السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي إلى كل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها. تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات. أردت من خلال هذا التسجيل أن أقوم بتعليق وتوضيح حول بعض الكلام الذي جاء في مداخلة الأخ طارق وخصني بالذكر. مشكورة، وأبدأ من حيث انتهى حول المبادرة بتاع حسن حطاب، ونعود نرجع فيما بعد للكلام اللي قاله حول من أنه أنا انتقدت القيادة بتاع الجبهة الإسلامية. بودي أن أذكر من أنه الموقف متاعي من المبادرة بتاع حسن حطاب أو أي مبادرة تدعو إلى المصالحة، مبدئيا أنا لست ضد أي مبادرة مهما كان النوع نتاعها، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا بد على الجزائريين أن يعرفوها. المصالحة هي نتيجة نوصلوا لها، والمصالحة يوصلوا لها بعد ما تتصفى الخواطر، بعد ما يتنازل الواحد الواحد، وبعد ما تعرف الحقيقة، وهذا يعتذر من هذا، ويوصلوا الناس للمصالحة بعد ما يديروا عقد أو اتفاق على جل باش ما يعاودوش يوقعوا في نفس الأخطاء، وإلا ما كاش مصالحة. بعد عمل كبير، بعد حوار لازم يعم 48 ولاية، هذا الحوار في الساحات العمومية، تعطى الكلمة للناس في المنابر أنه تتحدث، ويتعين المصير تاع المختطفين، يتعين المصير تاع المفقودين، يتعين المصير تاع الناس الذين طردوا من العمل تاعهم، الناس الذين اغتيلوا، وهناك الكثير من الحقائق اللي راها رايحة تكشف. اذا انا من حيث المبدأ انا لست ضد المبادرة، ولكن لابد من معرفة الحقيقة. ومش من المنطقي هو انه انسان كما حطاب كان البارح حامل السلاح، وكان رئيس نتاع تنظيم مسلح، هو أنه ينتقل من جهة إلى جهة، ولا بد من التفطن إلى بعض المسائل، وفيما بعد تشوف وعلاش هذه بالحاجة راه يتكلم في هذا الكلام. حسن حطاب لما يدعي الناس هذا المسلحين ويقول لهم انزلوا من الجبل، والشي اللي راكم تقوموا فيه راه باطل، وما راهوش جهاد، وما راهوش كذا، وما راهوش كذا، وما راهوش كذا، معناه انه كان على ضلال. ولما كان على ضلال وش معناته؟ هذا العمل المسلح اللي قاموا به كان على ضلال، والقيادة نتاع الجبهة الإسلامية في كثير من المرات هو أنهم تبرؤوا من هذا العمل المسلح وقالوا مش خاطينا، قالوا خاطينا، فيما هناك تسجيلات بالكاميرا فيديو. محمد السعيد كان رئيس نتاع مكتب نتاع الجبهة الإسلامية، كان يقود تنظيم مسلح، وقادر طلع التسجيلات، وبحضور عبد الرزاق رجام، وبحضور جماعات إسلامية أخرى، بمعنى أن العمل المسلح كان مشرع. وقلت أنا من أنه جاء الوقت وإن أنه لابد أن تعرف الحقيقة. هذا لا يعني لما نقول هذا الكلام بمعنى أن النظام على حق، لا، أنا ما قلتش هذا الكلام، ولا أنا أظلم في القيادة نتاع الجبهة الإسلامية، ولا أنا تحامل على الحزب. قلت في كلامك من أنه رئيس الحزب لما يقوم الأعضاء بتصرفات، القيادة نتاع الحزب لا تتهم بهذه التصرفات فعلا، ولكن لما يقوم المنخرط أو المنضم إلى هذا التنظيم بأشياء لم يشرحها الحزب ولم تشرحها القيادة، لكن لما تشوف القائد لابس كومبا وتقول لي من أنه العمل المسلح هذا خاطئ نتاع الجبهة الإسلامية، شكون راه رايح يسبقك؟ يعني راك تكذب على روحك ولا تكذب على الشعب؟ الناس راها تشوف الآن تسجيلات
موجود فيها الشيخ محمد سعيد رحمه الله، اللي أنا نقدره وأحترمه، وأنا عارف من أنه دفع دفعا إلى حمل السلاح. والشيء هذا اللي رانا نقوم به من خلال هذا العمل هو داخل في إطار تاع كشف الحقيقة. إذن أنا لما وجهت النداء في شهر ماي إلى علي بن حاج هو أنه يطلب حكم الموقع بتاعه، لأنه هذا العمل المسلح هم يقولوا من أنه جاء نتيجة بعد ما ألغي المسار الانتخابي. هو هكذا وما راهوش ضد المصالحة، إذا راهو عنده نية إلى التصالح، ما هو الذي يمنعه من توجيه نداء إلى إعلان هدنة؟ أنا ما قلتش باش ينزلوا، إذا فيه تنظيم مازال يقر من أنه العمل المسلح نتاعو جاء كرد فعل على الظلم نتاع النظام الذي تقره حتى الذي يقره حتى الناس اللي داخل النظام. الظلم احنا ما راناش نتحدثوا على ظلم النظام وعلى الجور تاع النظام، هذا شيء مؤكد، غير الناس اللي راهم مازالهم يتاجروا. فرق بين انه تعلن عن هدنة وبين هو ان تقول للناس راكم كنتوا على ضلال والان اتوبوا. اذا راكم تشوف الكلام نتاعي مليح، ربما هنا انا عارف الناس كيفاش تفكر، ربما هنا يقول لك ايه مال انت ثاني راك مع العمل المسلح وقاعد دير في التكتيك. احنا بحكم اننا نسعى من اجل المصالحة الوطنية، احنا نحوسوا انه هذه المصالحة تكون حقيقية مش نتاع خدعة. هذا الناس يعلنوا هدنة وتكون هدنة مفتوحة، اولا راهم رايحين يسحبوا البساط من طرف هذا الناس الاستئصاليين، لانه فيه اطراف استئصالية داخل النظام راها تسترزق من هذا العمل المسلح. هذا العمل المسلح أصبح بمثابة نتاع السيروم، والآن أصبح عنده غطاء دولي نتاع هذا الإرهاب. اللي بالحاج إذا راهو يحوس على المصالحة الوطنية الحقيقية، هو الآن راهو ينتظر في النظام هو أنه يقوم بنوايا حسنة. أنت أيضا لابد أن تقوم ببعض الإجراءات اللي تثبت من أنه عندك نية حسنة، لا يكفي القول، تثبت من أنه عندك نية حسنة من أنه راك تسعى إلى المصالحة الحقيقية اللي راك تحوس عليها. كاين الناس الذين لا يؤمنون بالحل الإسلامي، يعني لما تجي تقول أنت واحد ولا يؤمن بالحل الإسلامي تجي تقول له قال الله وقال رسول الله، هو لا يؤمن بالحل الإسلامي تاعك. إذن هو لما يعلن على النداء هذا تاع الهدنة، اولا راه رايح يحسب له من انه راهو شارك في تضميد الجراح، راهو من الناس اللي يسعون الى اطفاء نار الفتنة، راهو يسعى الى المصالحة الوطنية الحقيقية. هذا الناس ايضا لما يعلنوا الهدنة المفتوحة ولو من جهة واحدة ولو من طرف واحد، هما ايضا راهم رايحين يساهموا ورايحين ايضا يعطيه مصداقيه للكلام تاعو من انه راهم يسمعونه، لانه لما يدير نداء ويقولوا له روح هو راه رايح يسحب البساط من تحت الارجل تاعهم، وهم راهم رايحين يتعراو. لكن لما يكون تطابق هو يعلن النداء تاع هدنة مع مجموعه من الدعاة ومجموعة من المشايخ الذين نحترمهم، راحين يسحبوا البساط من تحت هذا المتاجرين بالأزمة، وراحين يبدوا النية نتاع المساهمة في المشروع تاع المصالح الوطنية. هذا المشروع اللي رانا نسعوا له هو مشروع تاع أمة، بمعنى أن نتوع الناس داخل النظام بإمكانهم هو أن يشاركوا في هذا المشروع. وهل الكلام اللي راني نقول فيها انا هو وجهة النظر تاعي فقط؟ ربما بعض من الناس يقول لك هذا هو مغرور، انت وشكون يسمع لك وشكون على باله فيك؟ فيه ناس راه تتبع في هذا النشاط والرسالة راه توصل الى اعلى المستويات، فيه ناس يريدون حل الأزمة ولكن ما لقوش كيفاش. نعود نرجع للمسألة نتاع حطاب، علاش حطاب هو يعلن النداء؟
وراه تحت الإقامة الجبرية. وعلاش يعلن النداء؟ لأنه حطاب عنده ملف وعنده أحكام قضائية صادرة ضده، إذن عنده شنطاج. الناس اللي راهم داخل النظام في المؤسسة نتاع المخابرات أو في مؤسسات أخرى، هما أيضا عندهم ملفات ويديهم ملطخين بالدم وملطخين بالفساد. ولكن هما يجيبوا هذا الناس اللي عندهم ملفات، سواء رئيس حكومة يعينوه، يكونوا هذا الناس ملطخين عندهم ملفات، يستعملوا لهم هما ذوك الملفات نتاع الشنطاج باش ما يحاسبوهمش. هذه باش تكون الأمور في الوضوح. إذن هما يحوسوا على ناس مثل الحطاب على جال باش يساهموا في هذا الوسمو باش يبقاو هما في الحكم، وهذوك يطلقوهم. وقال لي دير روح كيما يقولوا مشي حالك، روح دير فيها محل تجاري او دير فيها مشروع او كذا، وروح الله يسهل عليك. من حق حسن حطاب او غيره هو ان يساهم في مشروع تاع المصالح الوطني، ولكن مش من حقه هو انه يتصدر الواجهه، لا هو ولا الناس اللي كانوا عندهم مسؤوليات في وقت ما. ديتور كان جزء من المنظومة نتاع النظام، وكان وزير لما كانت الرؤوس تقطع فهو كان وزير. الآن صار راهو يقدم في الحلول. إذن قلتها ونعود نكررها، من أنه هذا الناس بإمكانهم المساهمة في مشروع نتاع المصالحة، ولكن مش من حقهم هو أن يتصدروا الواجهة. وأنا شخصيا ربما من الناس يقولك إيه، مال أنت راك تنتقد في المبادرة تاع الآخرين وفي نفس الوقت توجه في الناس للمبادرة اللي راك تشتغل لها. أنا مستعد هو أن أنسحب إذا فيه فعلا رجال يتقدموا بهذا المشروع إلى الأمام. أنا واحد من الناس نساعدهم باش اللي نقدر. مستعد هو أن أنسحب، مستعد هو أن نمد هذا المواقع اللي راني فتحها لهذا الناس اللي يشتغلوا للمصالحة الوطنية الحقيقية مش المزيفة. ومن حق كل الناس دون استثناء، كي المجرمين كي الأبرياء كي الضحايا كي الجلادين، كلهم من حقهم على جلبش يشاركوا في هذا المبادرة. أنا شخصيا لا مانع عندي من أن أتحاور مع أي إنسان، سواء كان طرف في الأزمة أو كان متضرر أو مستفيد من هذا الأزمة. نتحاوروا كل من أجل خدمة الجزائر لا غير. قد نتفق قد نختلف، ولكن في النهاية هناك قواسم مشتركة نوصلوا لها على أجل باش نحققوا مشروع تاع المصالحة الوطنية الحقيقية. مستعد هو أن أتنازل مش 50% 100%. مستعد أن أتنازل على كل شيء من أجل خدمة تاع الجزائر. إذا فيه ناس مستعدين هو أن يقودوا هذه المبادرة، مرحبا بهم، يتقدموا وما أهلا وسهلا بهم. مستعد هو أن أعطي المنتدى هذا تاع المصالحة والمنتدى تاع بلا حدود، مستعد هو أن أعطي هذه الحسابات الموجودة على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو في مواقع أخرى كلها، إلا إذا هذا الناس فعلا يريدون الخير للبلاد ويريدون المصالحة الوطنية الحقيقية. إذن يا أخي طارق، أنا ما رانيش نتحامل لا على القيادة نتاع الجبهة الإسلامية ولا على ناس واحد أخرين، وأنا مستعد للحوار مع أي إنسان. أنا الآن لو يناديني هذا جنرال مدين يقول لي باش نتحاور معك في هذا المشروع تاع المصالحة، نقول له أهلا وسهلا. ولو أيضا نلقى فرصة على جل باش نتحاور مع هذا درود كال، ما عنديش مانع على جل باش نتحاور معه من أجل المصالحة الوطنية الحقيقية. نتحاور مع علي بالحاج، نتحاور مع أبو جرة السلطاني، نتحاور مع الخصوم نتاعو، نتحاور مع سعيد سعدي، نتحاور مع فرحة مهني، نتحاور مع عيد حمد، نتحاور مع الناس كل، كي الناس اللي كانوا في النظام، كي اللي راهم مازالوا في النظام، كي المعارضين، كي الموالين، والجزائر هذه نتاعنا جميعا. ربما قد أخطأ وربما أنا بشر، راني نمد في وجهة النظر تاعي، دائما نقول ونكرر من أنه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. هذه هي أخي طارق، السلام عليكم.